اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. طبعا الاهلي تاهل بالفعل الى ربع نهائي كاس مصر بعد ما فاز على الداخليه بهدفين نظيفين، الثاني جه في 90 بلس كالعاده، وبكده الاهلي بيضرب موعد مع المصري يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في استاد برج العرب. هنتكلم عن الاستعدادات، وهنتكلم عن الاهلي بشكل عام، وهنتكلم عن المنتخب المصري، وهنتكلم عن الميركاتو الصيفي، وهنتكلم عن الدوريات الاوروبيه. احنا عندنا ملفات كتير جدا ملهاش اول ملف. ده احنا هنملى الفقره دي راجي معاك. منورنا النهارده طبعا الاثنين بقى من المتخصصين اللي اكيد هنسعد يعني بمناقشتهم في كل هذه الملفات. معانا الاستاذ احمد اشرف الناقد الرياضي، وكمان الاستاذ احمد السعداني المحلل الكروي. يا صباح الفل عليكم واهلا بكم. صباح الفل عليكم. هنقول اشرف وسعداني عشان احمد واحمد صعب. امبارح لو هنبدا بماتش الداخليه مش هتكلم قوي عن رؤيتكم للماتش، على قد ما انا عايزه اتكلم عن نقطه، وهي نقطه قفشه تحديدا، لان ناس كتير امبارح قالت لك انا كان نفسي قفشه يجيب جون، وبقالنا فتره بنقول نفسنا قفشه يجيب جون. ليه؟ لان قفشه كان متالق في موسم جدا وفي السابق جدا، لم يثبت نفسه، قولها ما كانش متالق زي السابق، قولها يعني نقي اللي انت عايزه، بس جات له فتره ما كانش بيلعب بشكل اساسي، كان نفسه من جواه كلنا كانوا شعارين الضغط اللي كان عليه ان انا عايز اثبت نفسي تاني. كولر مؤخرا ابتدى يتفهم قفشه بشكل اكبر، يستوعب طريقه تفكيره ولعبه وادائه، وده انعكس على الملعب. خلينا نتكلم عن قفشه تحديدا امبارح، شفتوه ازاي كاداء وفي نفس الوقت الجول اللي هو جابه طبعا في 90 بلس. يعني انا شايف ان قفشه اتطور كتير الفتره الاخيره، يمكن هو ابتعد شويه في بدايه الموسم عن المباريات، ويمكن مستر كولر هو حتى قال يعني لما طلع اتكلم قبل كده قال ان مستر كولر طالب مني بعض المهام ان انا انفذها وبعد كده هيشارك بشكل تدريجي، وده اللي حصل. يمكن احنا بنشوف قفشه مميز جدا من بدايه من مباراه الوداد في المغرب، منذ نزوله في مباراه الوداد في المغرب اتطور شكل الاهلي في لما نزل هجوميا وقدر ان الاهلي يتعادل ويكسب البطوله. بعد كده بقى شفنا قفشه تدريجيا بيدخل الماتشات واحده واحده، بيثبت اقدامه بشكل مميز. اعتقد ان هو اللعيب الافضل في الاهلي في الفتره الاخيره. اهداره للفرص قال كمان، نسبه اهدار الفرص يعني كانت كتيره جداً. الكوره اللمسه الاخيره بتبقى في رجل قفشه ما بتكملش. وغير كده كمان هو اتطور على المستوى الدفاعي، يعني هو كان قفشه بيجي بيستنى الكوره، يستلم الكوره ويشغل لعيبه، لا هو دلوقتي بقى حتى لما الكوره بتبقى في استحواذ المنافس هو اللي بيضغط، يعني هو بيروح وبيضغط. هو ما كانش بيضغط، بقى بيروح وبيضغط، بيقدر ان هو كمان حتى شفنا في ماتش الزمالك الشوط الاول عمل شوط عظيم جدا، مباراه الزمالك الاخيره 4-1 عمل شوط عظيم جدا، كان بينزل لتحت بيستلم الكره من تحت ويبدا ان هو يطلع بالهجمه. لا قفشه الفتره الاخيره مميز جدا، واعتقد ان هو اللاعب الافضل في الاهلي من بعد مباراه الوداد، يعني من بعد التتويج الافريقي في لعيبه مستواها قل شويه بسبب البطولات الكتير وحاله التشبع اللي حصلت مؤخرا للفرقه. يمكن قفشه هو انا شايف ان هو افضلهم، هو اللي مركز قوي الفتره الاخيره. حلو جدا. ده والجون اللي هو جابه اصلا واضح ان هو يعني مضغوط. صح. ان انت جايب جون برده في الدقيقه 90 وانت كسبان، والاهلي راكب الماتش 90 دقيقه، يعني الماتش مش مضغوط مثلا، فان انا اجيب جون في الدقيقه 90 اصلا في الاخر والماتش يعتبر كان خلصان للاهلي، واقلع التيشيرت واعمل احتفال كده، فواضح خد انذار بس ما همناش. بس ده يعني ده انا اطلع بيه بايه؟ ان هو اصلا مضغوط جدا، عليه ضغوطات جدا. صح. هي قفشه كده كده لعيب كويس جدا وامكانياته عاليه، بس الفكره بتاعه مستر كولر ان هو دايما بيحب يلعب بتمانيتين، عشان كده قفشه زي ما احمد قال ان هو طور الحته الدفاعيه دي، هتدي اريحيه شويه لمستر كولر ان هو يلعبه عشان يقدر بعد كده مثلا يدافع مع مروان او مع ديانج، فيدي له حته ان هو كانه 8 ثالث، يعني مش بيلعب لعيب رقم 10. طيب ده بالنسبه لقفشه وبالنسبه للماتش اللي فات. تعالوا نتكلم شويه بقى عن الماتش المصري ورؤيتكم للقاء ده هيكون عامل ازاي، توقعاتكم مين اللي هيبقى اساسي في الفريق، تبديلات كولر هتبقى عامله ازاي، المصري نفسه هيكون عامل ازاي في اللقاء ده. بص او خلاص لا اقول. طب اتفضل. بص انا هي العمليه في بيتها. بص انا بص انا شايف ان مستر كولر في الكاس هو اللي هو عمله امبارح مع الداخليه ان هو نازل بالتشكيل الاساسي، اللي هو انا ما بهزرش، لان هو اخر فتره في الدوري كان بيعمل روتيشن. هو ميزته ان هو بيعمل روتيشن، بس الروتيشن الاخراني اللي هو عمله في الدوري في اخر كام ماتش ده خلاه يريح اللعيبه دي عشان يقدر يديك ايحاء ان هو لا انا نازل ماتش الكاس انا مش ههزر، مش عشان مثلا بلعب الداخليه طبعا مع احترام فرقه كويسه وكل حاجه، بس تحت
كان ممكن مثلا يبقى عامل روتيشن في 3 4 لعيبه، لا هو انما ان انا بادئ بال11 لعيب الاساسيين معناها ان انا نازل اخلص، نازل انا عايز اجيب البطوله، مفيش وقت ان انا اعمل روتيشن واجرب لعيب واجرب فلان. فاعتقد ان مستر كولر هيبدا بالتشكيل الاساسي عادي جدا، وهو اكيد مركز على البطوله دي عشان يكمل البطولات يعني بتاعته. وماتش كده وماتش المصري كده كده ماتش صعب طبعا، يعني دي حاجه ما فيهاش كلام، دايما ماتشات المصري مع الاهلي بتبقى مش سهله جدا جدا. يعني انا شايف ان المباراه دي مباراه صعبه جدا على النادي الاهلي، وخصوصا كمان بعد تولي علي ماهر المهمه. كابتن علي ماهر طبعا مدرب كبير، ويمكن المؤخرة احنا الاهلي فشل ان هو يفوز عليه لما كان مدرب في يوتشر، مباراتين في يوتشر الاهلي تعادل سلبيا. فاعتقد ان مستر كولر هينزل المباراه دي بالتشكيل الاساسي، وهيطالب اللعيبه ان هم يسجلوا هدف مبكر عشان الامور ما تتصعبش، لان علي كابتن علي ماهر بيدافع بشكل كويس جدا، يعني بشكل كويس جدا. فلو النتيجه اتاخرت والنتيجه 0-0، يعني النتيجه استمرت 0-0 لوقت طويل، هتبقى الامور صعبه شويه. فلازم يعني هدف مبكر في البدايه. توقعك للماتش ده؟ توقعي يعني المباراه هتبقى صعبه قوي، اعتقد 1-0 حاجه انا بستغرب بقى من الكلام ده. يعني فكره ان انا اشوف لعب او ماتشات بين الاهلي وبعض الفرق اللي لها كامل الاحترام اكيد وكافه الاحترام، ولكن هي فنيا بعيده جدا، ترتيبها بعيد جدا، مستوى بعيد جدا، ماتشاتها بتبقى صعبه يعني ده مش مفهوم. وتلاقي فرق تانية قوية والتنافسية الشديدة وترتيبها مختلف، لا الماتش أو الأهلي بيخلص بسرعة. هو ده تفسيره إيه؟ ما أنا هقول لك ليه. أنت ممكن فرقة مثلا تبقى تحت في الدوري والأمور مش أحسن حاجة معاها وبتخبط وكده، بس كون إن أنا بلاعب النادي الأهلي مثلا دي بتبقى حاجة بتدي موتيفيشن للعيبة كلها. هم لو كملوا على كده مستواهم هيختلف على فكرة، بس هم مش عارفوا يعملوا كده. يعني قصدي إن أنت الطبيعي في أي دوري في العالم على فكرة ممكن تلاقي فرقة بتهبط مثلا في الدوري الانجليزي، بس بيلعبوا مانشستر سيتي يعملوا ماتش عمرهم واللعيبه، لان خلاص انا عارف ان انا بلاعب النادي الاهلي، مصر كلها بتتفرج عليا، اللعيبه دي بالنسبه لها فرصه ممكن طبعا. حته فرصه ممكن النادي الاهلي بتاع، فكل اللعيبه بتطلع اقصى ما عندها طبعا. بيبقى كمان بيبقى في تسويق ذاتي، اللعيب نفسه عايز يسوق نفسه، عايز يظهر ان انا عندي امكانيات كبيره قدام فريق كبير، ممكن الفريق الكبير ده يبص عليا بعد كده طبعا. وده اللي بيحصل. حلو جدا. طب بالنسبه لبقى التبديلات اللي انا وكريم كنا بنتكلم عنها، ده كان خبر معانا وناس كتير بعد ما سمعت تصريحات كولر، فكره ان هو كان مستاء شويه من ان الناس عماله تنتقد موضوع التبديلات، يقول لك انا عارف انا ببدل امتى وبلعب بالاساسي امتى وبعمل الخيارات بتاعتي ازاي. يعني التدخل او الانتقادات الشويه، وحتى مش جايه بس من جماهير النادي الاهلي على فكره، بالعكس النسبه قليله جدا من جماهير النادي الاهلي، بعض من القنوات المختلفه ويعني اصدقائنا طبعا في المنابر الرياضيه المختلفه دايما يقعدوا ينظروا ويقول لك كان المفروض يعمل هنا التبديل ده مش صح. يعني الراجل استاء شويه، واضح ان هو بيتابع، فده برضو نفسره ازاي يعني وجهه نظركم؟ لا شوف انا هقول على حاجه احنا هنختار بقى بنوجه. انا سكت قلت هو هيتكلم لقيته سكت. بص يا ولد، خلينا متفقين على حاجه، ان كده كده ايا كان جوارديولا احسن مدرب في التاريخ الناس بتنتقده، يعني يكسب 7-0 يقول لك لا اصل هو كان لازم يعمل، يعني التنظير ده امر طبيعي. ده انتقدوه لما طلع هالاند وهو جايب هاتريك، يعني لعيب جايب هاتريك فطلعه عشان يريحه، انتقدوه قالوا له انت طلعته عشان مش عارف يجيب. فدي حاجه طبيعيه جدا، لان انت لو اديتي الناس النقاد دول كل واحد فيهم ورقه وقلم يكتب مثلا تشكيل نادي الاهلي، كل واحد يكتب تشكيل مختلف، صح؟ فدي حاجه طبيعيه. فهو الراجل كل الكلام على نقاد زي حالاتكم، على متخصصين كرويا زي حالاتكم ماشي، لكن لما يبقى تعداد دوله كل واحد عنده قوله في طبعا الكلام. لكن الطبيعي ان هو المدرب هو اللي شايف الفرقه، شايف حاله الفرقه. انا عارف ان انا مثلا هلاعب حسين الشحات دلوقتي هطلعه الدقيقه 70 عشان انا مثلا ممكن اكون شايف ان هو مجهد، ممكن اكون شايف ان انا مريحه للماتش اللي بعده. فانا بشوف ان لا، ان دي حاجه في الاول وفي الاخر هو اللي بيتسائل فيها المدرب، مش الناقد، لكن هو في الاخر هو اللي بيتحمل المسؤوليه. ومعلش الراجل بيكسب، فانا ما ينفعش مدرب راجل بيكسب وماشي كده واخد 5 بطولات ومكسر الدنيا عمال انقد فيه، فاهم؟ بس فهو حته الروتيشن مهمه، يعني هو ده اصلا اللي مميزه عن موسيماني، يعني حته موسيماني كان سكواد كامل بالظبط، بيعرف يدخل امتى ويطلع امتى وكده، فتحس ان في مثلا 16 17 لعيب جاهزين هو كلهم رجلهم في الملعب. ايه تاني بيميزه في رايك غير القدره على الروتيشن الجيد؟ تكمله لكلام احمد، انا شايف ان مستر كولر موضوع التغييرات عنده ده بيبقى على اساس برضو الجهد البدني، يعني هو عنده المقياس البدني للعيبه. ويمكن طبعا موضوع الروتيشن ده هو اكتر ما يميزه، ويمكن عشان كده احنا بنلاقي النادي الاهلي لعب 59 مباراه
السنه دي ده اكبر يعني اكتر فريق مع افريقي وعربي لعب مباريات موسم ده، موسم مزدحم جدا، وده رد برضه على الناس اللي بتتكلم تقول الاهلي كان بيتاجل له ماتشات في الدوري عشان بيلعب افريقيا والكلام ده كلام فاضي طبعا. 59 مباراه ومع ذلك في ال 59 مباراه الاهلي بيلاعب 34 لعيب، ال 34 لعيب كلهم واقفين على رجليهم. فالناس اللي بتتكلم وتقول تغييرات يعني اديكوا شايفين النتائج، اديكوا شايفين الاداء، احنا في نهايه موسم الاهلي بيلعب من شهر 10 اللي فات لحد حصل على كل البطولات يعني حصل على كل البطولات اللعيبه بتادي وبتفوز، فانتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ فايه اللي مزعلكم فعلا؟ موضوع او سؤال يعني مشروع برضو بس غير كده كمان الكولر طور الناحيه الهجوميه والناحيه الدفاعيه. احنا بنتكلم السنه دي الاهلي مسجل حتى الان مع كولر 113 هدف. السنه اللي فاتت الاهلي مع موسيماني وسواريش بعديه سجل 97 هدف. فنسبه كبيره. لا في ثبات كمان في المستوى وفكره التطوير اللي حصل يعني. مش مثلا تلاقي لاعب ماتش 2 3 كويس بعد كده في هبوط في مستوى، لا في ثبات في المستوى وده يدل على تطوير حقيقي. امبارح ماتش الداخليه لو بصيتي كده على الماتش، سيبك من الكوره ومن فرق المستوى او كده، هتحسي ان لعيبه الاهلي اجهز من لعيبه الداخليه في الحته البدنيه بكتير. واحنا معلش احنا في اخر الموسم والطبيعي ان لعيبه الاهلي عامله لعبه ماتشات كتير جدا. فالطبيعي لو انا مش مدرب مهندل ده وعامل روتيشن كويس هتلاقي اللعيبه دي نازله تعبانه. لكن لا انت لو بصيت هتلاقي ان لعيبه الاهلي جنب لعيبه الداخليه لا في فرق كبير قوي في المستوى البدني. طيب خلونا يعني هنطلع بره الاهلي مؤقتا ونرجع له ثاني عشان برضو عندنا كذا ملف عايزين نفتحه معاكم. تعالوا نتكلم شويه عن المنتخب وعن المجموعه اللي فيها المنتخب في التصفيات المؤهله لكاس العالم وتوقعاتكم ايه، لان في ناس كتير استبشرت خير لما قرت اسماء المنافسين ففي ابتسامه كده اترسمت على وشوش ابتسامه خبيثه، بس برضو خلي بالك ما فيش حاجه مضمونه خالص خالص. انا عايز اقول ان المجموعه صعبه مش سهله يعني. منتخب بوركينا فاسو هو اقوى تقريبا. منتخب رخم عندك يعني. ومين تاني؟ غينيا بيساو، وسيراليون واثيوبيا وجيبوتي. يعني الدنيا حلوه. لا الدنيا مش حلوه قوي يعني على الورق. في افريقيا حاليا دلوقتي لا يعني في منتخبات بتتطور بشكل رهيب. بنشوف جزر القمر، بنشوف راس الاخضر، بنشوف كذا منتخب بيتطور بشكل كبير. بوركينا فاسو المنتخب ده وصل نص نهائي امم افريقيا اللي فاتت بنفس اللعيبه، عنده لعيبه مميزه جدا محترفين في الدوريات الاوروبيه. عندنا في ادموند تاتسوبا ده يعتبر من افضل مدافعين القاره، بيلعب في باير ليفركوزن الالماني. مدافعين مميزين عندهم. في عبده تاتسوبا بيلعب في اميان الفرنسي من المهاجمين المميزين. منتخب قوي، هو متصدر المجموعه بتاعته في تصفيات امم افريقيا. فلا منتخب قوي جدا وهيبقى منافس قوي. في برضو يعني سيراليون وغينيا بيساو، المنتخبين دول ممكن يعملوا لنا قلق في ارضهم بالذات. في المباريات اللي خارج مع عبنا الماتشات اللي بره الفرق دي هتبقى ماشي، ممكن يكون هو هنا الماتش سهل وبتاع وتعرف تكسب، بس الماتشات اللي بره دايما هتلاقيها معقربه بقى، وتلاقي الملعب مثلا مش احلى حاجه، الجو وحش، لعيبه مش طبعا عوامل بتفرق. غينيا بيساو ده احنا كسبانين 1-0 بس في امم افريقيا اللي فاتت. سيراليون اتعادلت مع الجزائر وساحل العاج، فالامور مش سهله خالص. الله يعني نفرمل فرحتنا بالقرعه ولا ايه؟ لا انا واحد بنسى الدنيا حلوه والله عليك الصراحه. تركيز تبقى بس اكتر هدوء يعني وتركيز ده اهم حاجه. طيب انك تبقى كده. احنا ما وصلناش كاس العالم 2006 بسبب بنين، اتعادلنا مع بنين 3-3. صح. خلي بالك انا عايز اقول حاجه بس، ان ممكن ماتش يبقى سهل، انت بتلعب فرقه مثلا مش جامده قوي، بس ضغط الماتش يخلي الماتش صعب. الفرقه دي مثلا لو جايه لك عادي في ماتش ودي ولا في ماتش في تصفيات في افريقيا ولا بتاع ممكن تديها 4-5، بس انت لو بتلعب ماتش على تصفيات كاس عالم الضغوطات الموجوده على اللعيبه هتخلي لا ان الماتش ده صعب حتى لو الفرقه اللي قدامك مش جامده. فعشان كده بقول لك ان مش شرط ان المجموعه مش جامده او الكلام ده ان احنا نبقى خلاص ضامنين ان احنا نسحب. فده طبعا بقى بيبقى عايز تركيز وعايز ان احنا بس نبقى هادين شويه يعني. بص هو الوقت مش عارفه ليه بيقولوا لنا وبيبلغونا فاضل 3 دقائق تقريبا، وده وقت فعلا جري بشكل كبير. ختاما علشان برضو السؤال يكون يبقى فرصه ليكم انتوا الاثنين، انا تقريبا هضيع الوقت في السؤال. انا عايزه اتكلم من وجهه نظركم طبعا وخبراتكم عن الانديه الشعبيه والانديه الشركات، لان ده ملف مهم بقالنا 3 4 ايام بنتكلم فيه. من وجهه نظر اشرف وطبعا سعداني شايفين الحل ايه، ولا ده طبيعي جدا موجود في العالم كله الانديه الشعبيه اللي بتعاني ماديا وانديه الشركات بيبقى عندها نسبه كبيره جدا ودخل؟ انا شايف ان جزء مهم لحل الازمه دي الاستثمار في الانديه الشعبيه، يعني ده مهم قوي. يا ريت ده يتم. ده يتم بس استثمار بمعنى استثمار، ما نلاقيش مثلا نادي شعبي المتحكم فيه الاول وكيل لعيبه،
زي نادي ما وكيل لعيبه هو اللي ماسكه هو اللي متحكم فيه ويجيب اللعيب الفلاني ويلعبه، لا ده مش تبعي ما يلعبش. ده ما ينفعش بيحصل، ده بيحصل في مصر. انت بص حتى على الانديه اللي هبطت او الانديه اللي صعدت، هتلاقي اللي هبط اتنين انديه شعبيه اصلا والمحله والحرس، واللي صعد بلديه المحله بس ومعاه زد والجونه. فلا انت انا بصراحه اتضايقت، لان انا نفسي ان الكوره في مصر عامه الانديه الشعبيه والجماهير الماتشات الصعبه، لما الاهلي بيروح يلعب المحله بره والمصري بره والاتحاد بره، دي اجواء غير اما معظم الفرق او 90% هيدي متعه كمان للكوره المصريه بشكل كبير وتحديدا للدوري، يعني متعه جدا وجمهور والكلام ده اجواء، وهيطلع لك لعيبه جامده كمان ومتعوده تلعب تحت ضغط بمناسبه وهيعمل لك منتخب محترم. صح بالظبط. بمناسبه الاستثمار في الانديه الشعبيه، احنا بنشوف مثلا نادي زي المصري البورسعيدي، كامل ابو علي رجل اعمال، هو اللي ماسك الدنيا، هو اللي بيدفع صفقات، بيجيب لعيبه، فالفريق واقف على رجله. انا شايف ان رجال الاعمال التابعين المحافظات المختلفه، يعني مثلا سي نادي زي بلديه المحله، رجل اعمال لو في رجل اعمال من المحله يستثمر في النادي، يقدر ان النادي يقف على رجله. انا شايف ده مهم جدا، يعني رجال الاعمال لهم دور كبير، او حتى مهم. من غير المحله يعني مش لازم يكون من ابناء المحافظه. صح صح. لو في رجل اعمال حابب ان هو يدخل مجال الاستثمار، انا بقول لكريم يفكر في الموضوع ده. فكره كويسه على فكره. لا كريم ملايينه كتير. والله انا هشوف كده ايه اللي ممكن يتعمل في هذا الشيء. نادي بس خلينا نمسكه لنا ونمشي دعوه للباقي. نادي كوجك للرياضه. نادي اسوان على فكره عانى من المشكله دي بشكل كبير الموسم ده. دي حقيقه. يعني بص مش بس يعني عندك كذا نادي، غزل المحله واسوان وغيره من الانديه اللي ارتبط بيها كمان الجماهير بشكل كبير. هو غزل المحله الدروب اللي حصل ليه ما كانش بسبب موضوع استثمار وفلوس والكلام ده، ما لهوش علاقه بالماديات، هو حصل خلل اداري. خلل اداري جوه النادي. انا مش بتكلم بس دلوقتي، انا بتكلم على العموم يعني. في العموم في المطلق لا، ده مش غزل المحله يعني ولا انديه كتيره بس جدا. بس انا شايف انه فكره الاستثمار في الانديه الشعبيه، فكره العدل في اختيار المواهب وقطاع الناشئين. صح دي نقطه مهمه. للاسف قطاع الناشئين في الانديه الشعبيه كلها ما فيش خالص. الوكلاء مبوظه الكوره اصلا في مصر كلها يعني. لا واضح ان انتوا عندكم كتير بقى في الملف ده. جدا. لا على فكره ده ملف مهم. يعني محتاجين قعده ثانيه على الوكلاء. لا مبوظين الكوره فعلا في مصر. لان فعلا على فكره حتى احنا عندنا يعني ملفات اكتر من كده كنا حابين ندردش معاكم فيها. بتيجوا تنورونا بقى قريب ان شاء الله. اكيد طبعا. بنشكركم على وجودكم معانا. نورتونا بجد اشرف وسعداني كالعاده يعني. طبعا بتبقى قراءة أكثر من رائعة، وقابلكم زي ما كريم قال إن شاء الله قريب مرة تانية. نشكر حضراتكم أكيد أنا وكريم على يعني متابعتنا النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي. مع السلامة.